مشاهد ليست بمدارس أوروبية، بل هي بإحدى المؤسسات التربوية ببلدية عين تيتلس بولاية مستغانا. مآزر موحدة كانت العنوان الأبرز للدخول الاجتماعي بهذه المؤسسة. على كل حال، أي شيء نجيبه جديد للتلاميذ راح يغير لهم من الروتين هذاك نتاعهم. كي دخلوا باللباس الموحد بنتهم يعني حاجة ما نقولوش غير طبيعية، ولكن حاجة مليحة مشوقة. مبادرة تجسدت لتعطي رونقا ونكهة خاصة تميز تلاميذ هذه المؤسسة، خاصة وأنهم لأول مرة يكتشفون جو المدرسة. اللباس الموحد يزيد من قيمة المدرسة في حد ذاتها، ويزيد أيضا في جمال، ويجعل التلاميذ كلهم يحسون كأنهم يعني عائلة واحدة. هذا اللباس يوحدهم في كل شيء، يعني هذه كانت مفارقة يعني جد جيدة، ونتمناها أن تتكرر كل سنة. هذه الفكرة تاع اللباس الموحد كان عندي من العام اللي جاز، وسنجسدته في مدرسة من مدارس عين تيتلس، والمدير المؤسسة بلغول الميلود تقبل الفكرة وعجبته، واليوم رانا درناها وإن شاء الله يكون هذا اللباس موحد على ربوع الوطن. عندما تتضافر الجهود وتوحد الأفكار ويساهم الكل في ترقية التعليم بمختلف الطرق، تخلق بوادر تنذر بغد مشرق في حال التعميم مثل هكذا مبادرة حسنة بمؤسساتنا التربوية.